وبركاته. سمزي العمر بخير. الله يكبر بيك. شنو المشكل اللي كاين في هذا خويا؟ انا ديز من هنا وضربت فيا واحد الريحه يعني كريهه، واحد الرائحه اللي كيف نقولوا لا تطاق، لا تطاق، هي سيبورتابل. ما تقدرش تطيق واحد الرائحه كريهه لواحد الدرجه ما تصورش. انا كنقلب على هذه الرائحه الكريهه منين جات، واذا بي تلقاه واحد الكلب ميت. والمشكل ديال هذا الكلب الميت يعني دازت عليه واحد المده، هو هنا تيبان راه يعني تيبان تحلل وتيبان يعني مده هو هنا مده به في شي واحد. مازال دابا راه ربما تكون الريحه نقصت شويه على ملي كان باقي بالجلد ديالو وباقي بزارو وباقي يعني واحد الرائحه كريهه. وكاينين اطفال هنا وهذه حديقه عموميه والشارع عمومي وحديقه وسط المدينه، كاينين الناس وسط المدينه وكاينين الناس وكاينين اطفال صغار تيلعبوا هنا. يعني هادشي بقى فيا انا ما نكذبش عليك، انا يعني بقى فيا الحال ملي شفت انا شفت هذا المنظر هذا. واش يعني على الاقل واش ما كاينش الناس اللي تبقى من الحدائق العموميه، المناطق الخضراء، الناس اللي تدير النظافه، الناس اللي تدير واش هذه، واش هذه الحديقه ما تتشطبش مثلا، ما تتسقى مثلا، يعني بزاف ديال الحوايج. يعني والله هادشي كيبكي والله. يا سعد مجيد اليوم كونك اليوم انت كناشط حقوقي وكفاعل جمعوي بالشطات، في نظرك الخلل منين جا؟ وانا هو المسؤول؟ واش غادي نقول لك؟ احنا كلنا مسؤولين. مثلا انا ديز من هنا، انا ديز من هنا شفت هذا المنظر هذا، انا عيطت عليك انت كصحفي باش توثق هذا المصيبه اللي حنا فيها. هذا واجب علينا. انت انا المهم انا درت شي حاجه. انا كلنا هذه مسؤوليه ديال الجميع، والناس ديال هذا المسؤوليه ديال المسؤولين ديال بصح. هنا يعني كمواطنين وكجمعويين راه على الاقل حنا غادي نديروا شي حاجه اللي نوصلوا هذا الصوت ديالنا للمسؤولين، نوصلوه للراي العام للجمعيات اللي كتهتم بالبيئه. انا هنا كاج هذا مسؤوليه الجميع، هذه مسؤوليه الجميع والمسؤولين ديال المناطق الخضراء يعني ككل المناطق الخضراء. اش غادي نقول لك؟ هذه المساله اللي تضر في القلب مثلا. والغريب دابا يعني انت حتى البلاصه يعني حدا مؤسسه تعليميه، حدا تعليميه، شارع عمومي، اطفال انت شوف راه يعني ادارات كبيره، اطفال صغار تيلعبوا هنايا. انا لقيت واحد الطفل تيلعب هنا، ما اش نقول لي حيد من تما يا راه كاين واحد الكلميه. انا ما قدرت نقول ليه والو، وخدت تجي واحد والدي يقول لك اش بغيتي عاد ولدي اش بغيت. مشكله والله الا مشكله. هادشي راه هادشي اللي وصلنا ليه هنا في الصلاه، هادشي ديال المناطق الخضراء يعني شي حاجه اللي مش المناطق بزاف ديال الاختلالات اللي ولينا تنلاحظوها. وهادشي هادشي راه يعني راه هادشي واذا زاد عن حده القلم الى ضده. والله كتشوف شي حوايج اللي كيضروك في خاطرك بزاف هادشي والله الا بزاف والله الا بزاف. اشوف شوف هاد الكلب هذا، شوف هو تلاشى كاع. واش هذا؟ واش يعني حتى لهاد الدرجه؟ شوف ما بانش النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، ودابا راه شوف راه اش بقى فيه؟ بقاو فيها العظومه. نظرك يعني الشركه ديال النظافه ولا الجماعه ولا شكون في النظر؟ راه كاين الناس يحدوا المسؤوليات والناس يديروا تقارير ويحدوا المسؤوليه، شكون المسؤول على هذه الكارثه هذه؟ الناس اللي مسؤولين هما اللي خاصهم يديروا واحد التحقيق ويعيطوا للناس شكون كاين كارطون تما، كاين زمان. هذا الناس مسؤولين راه خاصهم يتحركوا. المسؤولين الله يرحم لكم الوالدين، دار الصف الله يرحم لكم الوالدين. احنا احنا ولينا نبداو نتوسلوا، واش غنبداو نتوسلوا؟ لا، كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. ما عندو شي مسؤوليه يتحملها، ما عندو شي مسؤوليه يتحملها، هذا هو اللي كاين. هذا اللي كاين. Thank you.